Yeah. Daddy, Aunt, Abby. يا صباح الخيرات والبركة على أحلى متابعين بالعالم. جات لكم جديد أنا علا بفيديو جديد. وأخيرا سعيد بعد غياب رجع بعد غياب after long time. عم تسألوني يا سعيد ليش ما عم بطلع معك بالفيديوهات وهيك دائما كالعادة مشغول. أنا قليل ما أشوفه فاليوم عطلة. فاليوم عطلة ورايحين على محل جديد عشان هيك كتير كتير متحمسة إنه أصوركم. العادة بالعطلة يعني كل عطلة لازم أطلع على شي محل، ففي محل مثلا ممكن أكون صورت لكم إياهم هيك ما بحكي عنه. ما من عايش أوكي؟ أنا نايس. يس إلا نايس. إيه فرايحين على محل اسمه كالبانتا البانتا. هو محل شعبي. لوك أت ذيس مان هيدي. في قدامنا سيارة أنت بس ما بتعرفي شو عم بسوق. المهم anyway طالعين من كراج البناية مشان هيك طالعة ببطء. اي فرايحين على محل اسمه كالبانتا. هذا المحل بيبقى هيك شعبي يعني تراثي. اوكي رح نفطر فيه رح اصور لكم. عرفتوا هيك يعني كثير مشتاقة قلت له صباح مشتاقة اروح على هيك نوع محل. فهلا رايحين ورح اصور لكم. فقبل ما يبلش الفيديو انسوا تحطوا لي لايك للفيديو وسبسكرايب اذا كنتوا متابعين. تابعونا على انستغرام اولا هوم ستايل. ويا صباح الخيرات مره ثانيه خليكم متابعين معي للاخر. شوفوا هلا جينا على عنتاب القديمه وهون دخلنا ميدان اسمه ميدان عنتاب القديمه او هيك شيء. المهم اسمه كالبانتاب يعني البانتاب. فهون في تجمع لعده مطاعم مثل ما شايفينهم. هاي الساحة ها في سيراكيجس اللي هي بيقعدوا بيغنوا الأغاني التراثية. فهي الساحة. في هون هدول اللي بيعوا المحلات اللي بيعوا الفطور والمكسرات والمجففات. هلأ كلهم رح نجي عليه هون. وهلأ هذا مثلا مطعم. هذا مطعم إنه رح نروح هات. هات شايفين هون مكتوب كالبانتاب علي أسطى رح نروح عليه. مرحبا. مش بقولك مرحبا نص سنة. مش بقولك إلا يا كتير حبيت القعدة والأجواء وهيك. هلا بس نفطر صوركم نفطور فطور كمان تراثي. بس نفطر رح ندخل هدول المحلات نتفرج شو في ما في عندهم. هلا صاحب المطعم مستر علي قالنا عزمنا على عنده محل تاني ببيع هدايا تراثية وهيك. قالنا لوقت اللي ينزل الفطور فادخلوا. هلا شوفوا هذا المحل تابع للبلدية وسعيد مدير بالبلدية. فهنو بيجي سعيد يعني كتير هيك انه بيقدروا بيدللوا. وسعيد متعود يجي لهون وانا بالنسبة لي اول مرة بجي لهون. هدول شنات على فكرة كتير بحبهم شناتي التراثية. هدول خرج سوفونير وما سوفونير وهيك قصص كتير حلوين. الا حلوة الشنطة حلوة باك. هدول الفناجين القهوة والصحون كتير حبيبتهم للفطور. شوفوا اسعارهم. هلا مثل هاد 700 وهيك قده. شايفين شد قده كتير صغير. هدول شغلات تراثية بتبقى شوي غالية. هدول صحون كتير كتير حلوين للفطور وهيك. هاي الكاسة تذكروا هاي الكاسة الستانلس اللي كان لا ما هي كاسة ستانلس والله عن جد. ايش هاي؟ هاي هيك مع بعضها. ايش المكتوب عليها؟ كافالت يوريسل يعني شغله للفطور. بس هي عرفتوا ملزوقه الكاسه مع الصحن. هاي ياي شوفوا اللي عندهم انتيكات قليل. عم تقلي طلي تليفون. هاي ساعه تذكروا هذا التليفون كان عندنا نفس اللون ببيت جدي بيت اهلي. هذول انتيكات. تعالوا نتفرج عليهم. على فكره هدول الشوزات كثير بيحبوهم اهل عنتاب وما رخاص. طلعوا شقد 950 لانه من الجلد الاصلي. هدول السنارات الوحده ب 130. هدول من النحاس معمولين. شايفين هاي الطنجره شقد صغيره. وايش كمان ايش كان شوفوا هالشقد حلوه صينيه القهوه.
مع الفنادين النحاس. هون الصناديق الفسيفساء وهيك هدول عكازات. What is this? This is TikTok. شو هذا الأوبريشن؟ حلو، هذا خرج صمديات يعني ما إنه للاستعمال، بس كتير حلوين حلوين. أنا شغلات تراثية وهيك كتير بحبها. شد تحسوا بشبه حلب، شد كان عنا هيك محلات بحلب. شوف هدول منقوشين الملونين كتير حلوين. هذا كله شغل يدوي، هذا بريق الشاي 2350. عرفتوا شغل اليدوي دائما بيكون أسعاره أغلى من غيره. هاي الهواء، تعالوا ندخل. أي لا، هون المجففات والزعتر. شوفوا زعتر، سيرة زعتر، بهارات هيك. أساس ما رح أصور لكم ياهم لأنه هدول تقليديات موجودات بكل مكان، بس هذا القسم كتير حبيته. هي حتى هذا الفانوس. لا ايش اخذتي؟ خذي شيء محرز. ايش اخذتي هاي؟ تمام. وزون شو قاعد تمشي بلوك؟ اي لا ايش اخذتي مامي؟ يس. هلا هون بالطابق الثاني فوق هاي للحفلات التراثية، يعني بيجيبوا هيك بيقعدوا على الأرض وبيعملوا تشي كفتة وبيغنوا هدول أهل أورفا الأغاني التقليدية القديمة. أوكي، فهم بالطابة الثاني هاي كلها مد عربي. قال لي شي يوم على فكرة كانوا يعملوا سهرات برمضان ويعملوا لوشو الصبح يعني يضلوا سهرانين. فشي يوم إن شاء الله رح نجي، هي بالليل بتبلش هاي السهرات عائلية بتكون، والقعدة على الأرض والأكل كله شعبي. فشي يوم إن شاء الله رح أجي وأعمل كون فيه. هلا الفطور صار جاهز، تعالوا أصور. هاي اسمها شكر بيدي، فستك بيدي، تمام؟ شكر لي بيدي، بيكون معمولة من القشطة والفستق والسكر. انه ايدو بتوقعي بوبو مثل ما وقعتي. يس. هلا جينا على مكان لشخص مشهور هون بعنتاب على السوشيال ميديا. مرحبا arkadaşlar، şu an tabii ki bu meydan ismini Kalbantep'tik. YouTube'da da inşallah izlersiniz. Tabii ki bu tatlı kız da Ela değil mi? Ela. Biz de burada 23 yıllık zor şartlarda yazdım. Klasik şiirim vardı. Hem siyah saçlarına kurban oldum, tatlı sözlerine hayran oldum, kalem taşlarına yar vuruldum, bittim tükendim, yoruldum. Hayallerimin suya düşeceğini bilseydim. Antep sana sevmeyi öğretirdim diyorum. Mutlu olmak istiyorsan. Sen neydi abi? Said. Said abi. Sevmesini bileceksin. Gerçekten de seviyorsan ablamın ismini unutuyorum. Hola. Hola ablama.
ömrünü vereceksin ömrünü. Sevgili olsun gönlüm. Abi Elisayet رح ندخل بهي الحارة. من 60 من القرن ال 18. هون في مزار. هلا هاي المنطقة بقلي سعيد كتير قديمة، يعني أقدم منطقة في عنتاب. شوفوا ما بذكركم حارات الشام القديمة، وهي بيوت العالم ساكنينها، يعني هو منطقة مسكونة بس بنفس الوقت ممنوع تدخل السيارات والموتورات. فبتخيلوا الهدوء اللي فيها. وعليكم السلام. هون حتى الناس غير، صار كم مرة يعني وأنا ماشي بسلموا علي، بسلموا علينا، متعودين. حس حالي طلعت من عنتاب، عرفتوا؟ ايه، فهيك منطقة تاريخية أول مرة بجي عليها، كثير حبيتها. هون فندق، هذا أوتيل، شقة حلو، هيك تراثي كمان، شايفين؟ طابق واحد على فكرة. كم إلها؟ يا بكعتي. يس. هلا جينا على المتحف. عبالي سايت هذا المتحف كتير مميز وحلو. واو شو هاد؟ كتير غميقة هاي. مثل البيت العربي، عاملين المتحف في بيت عربي. هذا كان بيت عربي قديم، حولينه لمتحف. حرب العالمية. This place, like as you're telling, this looks like nothing. Yeah. They have like the struggling time in the world war. Aye. Gaziantep people, they have to help for the, yani each other to according to against of the France. Aye. You know, the Gaz, the Gaziantep side had to do with France. Start from here this way. Come on. It also look like. For example, this is home, this is place, and they're just spending time when the time for hujum, what attacking? The enemy came for the, you know, attacking something. They're searching the people, they couldn't find anything. Huh. So why? Because there are, you know, cupboards, there are, and after we put something like this instrument, something, but this is like home of Gaziantep. Ha, no, هذا بيت غازي عنتاب. بالحرب الفرنسية كانوا يخبوا الأبطال، يعني بما معناه هون وقت يجوا يهاجمون يدوروا عليه، هون كان في مخابئ سرية. To help each other, تمام. For each other, for helping the other side, for sending the, you know, help. So they are opening here. This is, for example, it looked like a cupboard and come. ها شايفين هذا المخبأ بيطلع، يعني هاي مبينة مثل غزينة، بس إذا طلعتوا عليها طلعوا فيها مخرج. هون هذا المخرج، وفي درج لتحت لتحت أبو. يا بت اتس لايك ا هورور، يعني لك طلع سقفه. سعيد بده ينزلنا لتحت، انشو ننزل. حبيت يا هاي، مع انه انا الاماكن الاثرية. اوه لا عم تمزح. ودخلنا على المتحف، قلت له سعيد فاضي ما فيه شيء، قال لي فاضي تعي امشي افرجيكي. فهذا بيت حقيقي، عم تخيلوا البيت اللي فوق عبارة عن 3 غرف مع ارض ديار، عم تخيلوا انه هذا تحته مصمم بس لل باثناء الحرب العالمية.
ياي ياي هسه حالي رجعت بالزمن لورا. مصمم اصلا الحرب العالميه لهي انه يكونوا مستعدين للحرب النساء والاطفال والرجال هون يحضروا المعدات ليحاربوا الفرنسيين. هاي ادواتهم شايفين هون، هاي مخابئ السريه اللي كانوا الفرنسيين يشوفوها. طلعوا قد كبير ايه طلعوا هذا بتحرك. شايفين هون كانوا يحضروا كل الاسلحه كله على فكره، بس اسلحه والولاد ويت هون حتى الولاد يعني هي عاملينها بشكل مصممينها انه كيف كانت على الحقيقه. فهون النساء عم بيحطوا عم يرتبوا الاسلحه وهيك. شايفين طلعوا هي كلها مخابئ سريه لل ladies people something they together everyone try to you know make it with a bullet yeah 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 انه عم بيعبوا الرصاص مشان يهيئوا الاسلحه. هذا مرحبا. So sending mission then mission up your mama in that time hello they don't have anything for Greenland. It's like in a done for everything but they have yeah for the you know gun subject اي خلصت اسلحتهم كلياتها. They don't have for showing the people. So in order then we have everything. So they're just trying to. Hi, what this? Can you make this? Yes. So. So yeah, wait, I'm gonna explain. This is just the first pretending. It's the they're shooting. كتير حبيت كتير حلو ياي والله هيك نوستالجيا. حسيت حالي رجعت بالزمن لورا. هذا ال هون اللي يعملوا الأكل وهيك قصص مدري عم بطحنوا البارود أو هيك شيء ما بعرف. إيه This is the olive يعني as you know. ها olive ها إيه هذا عم بيطبخ. هدول واقفين ما بقى شو بيعملوا. كتير حلو والله بتحسون حقيقيين. حسيت حالي هيك هي كل شيء يعني انه بالزمن القديم مثل عنا عن جد يعني ما فرق شيء عنا. العادات والتقاليد القديمه كلها مثل تاريخنا مثلنا. هاي النساء بحضروا الاكل وبطحنوا وهون عندهم الجوز والفندق. Yes. In that time people doesn't have anything to eat so they have like you know the mishmish is Arabic. ها القلب المشمش. You know, as we're eating the green one, the we call this is seeds. Yeah. Yani, always eating with zardale something. Yeah, you yeah, know, yeah, yeah. Eating the yeah. Pieces. They were making from the seeds of mishmish. They're making the you know squeezing. Here with the seed of mishmish. بطحنوا بزور ال. تمام. المشمش. So they make it with the bread and then that's. ها بيعمل الخبز منه. So what's inside? There was a like you know the poison. Because it's inside, you know, when you eat it, it's yeah, like, yeah, yeah. You know, كانوا يتسمموا منا وماتوا كثير منا لأن ما كانوا يعرفوا. كثير ناس ماتوا بسبب هالشغلة. قلوب المشمش انتم بتعرفوا انه في منا بتكون سامة من شدة مرارتها عشان ما كان عندهم اكل ياكلوا فكانوا يطحنوا. اي فما كان عندهم اوبشن انه كانوا يطحنوا ياكلوا فكثير اولاد وناس تسمموا توفوا بسبب قصة الخبز المعمول من قلب المشمش. اوكي هون الاسعاف. هي الاسعافات وهي التمريض وال يا هون جرحى ومصابين. هون كمان في على فكره كل ما عم بتحرك حركه مليون. يا هون حاطين اصواتهم هن عم بتألموا هيك. يا محاكاه هلا عرفت محاكاه لهذاك الوقت بوقت يا عمري يا عمري ايه بوبو شوفي عم حاطين صوتهم اللي عم يتألموا. ياي قلبي والله عن جد اللي ما زار هالمكان يزوره بجنن. كتير كتير حلو يعني بتعرفوا شو حسيت عن جد بحس حالكم رجعتوا لهداك الزمان. هلا انا مصبت لكم اياها بتشوفوه بس مو مثل عايشينه. الاصوات اللي حاطينها التأثيرات الصوتية اللي حاطينها احجام الناس الحقيقية. يا قولي له قشمش وصل. يا عليك العافية. شايفين امشي مشي لي امشي غير
فانتوا تخيلوا هذا البيت الفوق اللي نحن نزلنا له اللي هو ثلاث غرف وارض ديار صغيره، هذا كله تحته، هذا حقيقي، هذا ما انه عاملينه هن، العاملين بس المجسمات ومعبينه، بس هو كان من زمان هيك، ناس مسؤولة عن الأطفال، ناس مسؤولة عن الأكل، هون في تجارة الصابون وهيك كانوا يعملوا هيك قصص. تعال نشوف هون ايش في هون، ما جيت هذا. What is this؟ في شيء عم بقبق. Yeah, what is this؟ You know the souk. صابون. ها هون بيعملوا الصابون. ها هاي هون الصابون. How the 3D, this 3D. Not real. Yeah. Good. Yeah. Had a sabun. Yeah. Also an hour and so. هاي كانوا يحطوا هون، ايه كانوا يحطوا الصابون هون يخزنوا. اشهد شيء بارما. كنجي مارا. هاي كنجي مارا يقولوا سابي مغارة تانية تحت. صار اتبصر علي عم بقول له الرهبان اللي بيشرح انه مرتي وقت اللي اجت ما عجبها، قلت له انا ايش وقت فاضي ايش هالميوزيوم، ففي طلع مغاره تانية بس هاي المغاره حاطين فيها شرح وصور حقيقيه لهداك الوقت، اوكي، وشرح هيك مع صور، اوكي، فما بيهمنا كثير هذا. بس هون في درج كمان طلع لفوق، انا بس عم بحاول استوعب انه هاي المساحه كلها موجوده تحت بيت عنتابي من الزمن القديم اللي هو بيت صغير، حافرين كل هالنفق وكل هالكهوف مشان يعملوا هاي المخابئ السرية اللي ما اكتشف هو. يعني الفرنسيين كانوا هون الأتراك يتخبوا فيها ويجهزوا الأسلحة وهيك وما حدا اكتشفها. حسيتوا حالكم رجعتوا معي بزمن لهداك. هون هاي كلها حقيقية، هدول الأواني المكسرة، هون في شقفة عظمة. شغلات هاي كلها حقيقية، تاركينها مثل ما هي من وقتها، يعني ما لعبوا فيها ابدا. ففي الشغلات اللي كانت اوريدي موجوده هون، هون عاملين سيستم للمي والتهويه، الينابيع اللي بقلب المي كانوا يستخدموها، عاملين هاي عشان يستعملوا يعني كمي وكنظام تهويه. على فكره هون بروده مي طبيعيه، والهواء بتحسون نظيف مو بالعاده، بتنزلوا لتحت بتلاقوا هيك خنقه وكذا، هاي هون كانوا يناموا فيها. كثير حلو، كثير حبيت. انا عم بقول له سعيد امشي نطلع، قال لي امشي امشي. ياها لسه في مفاجآت ثانيه. هذول كل الابطال المشهورين هون بمدينه غازي عنتاب، هذا بظن شفناه، لا ما شفناه، هذا واحد ثاني. حلو مخلدين اسماءهم و تخيلوا هاي كلها ياتا اماكن هيك. ياي يا بشي بار، في خفاش او في شيء. There is a water. No, there is a bird but not kind of yeah, kind yeah, bird. Şey diyor, yarasa falan diyor da yok. Ama bir şey var eminim. Bilmiyorum ya. تخيلوا شد كبير. هاي كلياتها الشخصيات المهمة بمدينة غازي عنتاب، يعني كل شيء هون عم بتلاقوه أسامي أشخاص أبطال كلها تابعة لغازي عنتاب. شو نطلع نشوف هون إيش فيها. يا أنا بحب هدول، هدول بقى ال العساكر وال ها إيه دقيقة. هذا هاي عم بقول انا شايفته هذا من قريب، هذا البطل اللي مات بالانقلاب اللي صار بتركيا، وهون حاطين الانقلاب اللي صار بتركيا. يا الله شو قد بحبوا بلدهم تراك، شو قد هيك انه مجسدين وقف على جسمي الموسيقى التصوير اللي حاطينها والعساكر وقت اللي عملوا الانقلاب، الخيانات اللي صارت مجسدينها وجايبين الاخبار الحقيقيه اللي صارت بهذاك اليوم حاطينها، وشايفينها هون وقت الدبابات نزلت تتصدى للانقلاب اللي صار 16 تموز.
15 تموز وهي بصباح 16 تموز. شلون الشعب نزل ودافع عن بلده، ما بيهمهم هن كغير البلد يعني الوطن والعلم. على فكرة نيالهم نيالهم شقد بيحبوا بلدهم. هذا اللي هاد عمر اللي توفى شهيد يعني بدفاعه عن، في كتير شهداء بسدق القصه مميزه. وين راحوا تركوني ولي؟ شوف هون في يا لسه عم ننزل نطلع يا جماعه. What is this؟ ها من هون هاي المي طالعه من هاي المي للشرب وللوضوء وللحمام من down of the ايه تجي من الجبال. اي هاي مي كتير نظيفة وكتير باردة. تعالوا نلمسها. ياي بوس بوس يا جماعة. ياي شو قد تحسوها فريش. هاي من قبل قطعت. تعال احكي لكم على هالمحل. هلا وعتم بس عن جد يعني مثل ما شايفينه هو هيك قدامكم. هون هذا ال يعني بقول لي ها حلو هذا هذا الجواب بدي اياه. كم كيلومتر من ياشي الوادي؟ نحن هلا بالتشارشي. هاد النفق اللي شايفينه الكهف يعني تقريبا تحت عنتاب كله هاي. اوكي هذا النفق تحت عنتاب كله. هذا الكهف هو كتير ضيق. انا بتحبوا تدخلوا مضوى كله؟ قلت له لا مستحيل ادخل عليه. تخيلوا انتوا تخيلوا هذا كله كان هذا تقريبا ثالث طابق تحت الارض. هذا الكهف اللي هو ممتد على تحت عنتاب كلياته. وهون مثل ما قلت لكم كان يصلوا جماعة مثل عاملينه مسجد. وهون يتوضوا بهاي المي. وهون يدخلوا يطلعوا يحاربوا في فتحات من الأرض لفوق يطلعوا يحاربوا فيها. وهذا كتير كان ضيق كتير كتير ضيق. عم بيقولي إذا بدك تخلي عليه بس مستحيل أدخل عليه لأنه ما تخيلوا قد إيه ضيق يعني من النظر. رح أعملكم زوم إن. على فكرة إلا كتير مستمتعة. تخيلتها تخاف أو هيك؟ إنه كتير في قصص عن النساء هون. ذاكرينا كانوا يأخذوا تخيلوا أولادهم معهم ويحاربوا. يس روحي إيش بدك؟ بدك تروح لهون؟ هون حبيتي إيش بدك تروحي؟ تفضلي روحي. نو نوت يو إيه هدي لك. ليتس جو. حلو عم ناخذ ليلي تتعرف على تاريخ بلدها تتذكر هاي الأماكن. هلا طلعنا من هالمكان وقلت له صعب عن جد ما بشتي اطلع على قد ما حسيت حالي انتقلت على بالآلة الزمن رجعت في الزمن لورا. شو قد حلو. شوفوا رح ارجع اخليكم تستوعبوا. هاي خزينة بقلب البيت. اوكي كان وقت يفتحوها يبين انه خزينة وحاطين فيها اللحف والمخدات وهيك. هون ورا اللحف والمخدات كان في هذا المخبأ المكان الكبير اللي صورت لكم اياه كله تحت هالبيت. هاي غرفة هاي ارض ديار هون اللي قدامكم. اوكي وهون درج لفوق في غرفة تانية وهاي غرفة. اوكي هذا هو عبارة عن هذا البيت. تخيلوا تحته كل هالنفق. هلا طالعين لفوق. ها رح نفرجينا تقسيمة البيوت. وهون شو عاملينهم؟ هذا شرح عن المعارك اللي انتصروا فيها. شايفين؟ وهي محاكاة رسم مجسم مو رسم يعني مجسمات للحرب اللي حاربوها مع الفرنسيين. أهل عنتاب. شوفوا كل ما بتدخل المحل لسه في دراج لفوق. شو كانت البيوت القديمة تتعمر؟ شو عم تلاحظوا مدخل غرفة بنرجع مدخل غرفة تانية بنرجع نطلع درج بنرجع ننزل درج بنرجع كذا. شوفوا هون في درج وهون في غرفة تانية. هون كاتبين هذا مين. هاي صورة الحقيقية.
وزين كان هوز ذس تلغراف ها كان يبعث التلغراف buradaki hikayeyi yardım istemek için telgraf çekiliyor. Ay, kan هو اللي يكتب التلغراف. افكر احنا دخلنا من هون طلعنا من هون. هاي البيت من فوق. This gun, you can take it. Yeah. إلى وين قعدتي؟ شوف وين بدها تقعد، كل ما شافت مجسم بدها تقعد عليه. على فكرة حقيقي. هاتي إلى كم؟ هاتي ليتس جو. هلا بعد ما طلعنا من المتحف صراحة وقت ما حكيت وشهقت وهيك التغفنا شوب فجينا نشرب شي شغلة نقعد هون بهذا المكان على فكرة والله أحلى يوم أحلى يوم هيك حسيت حالي طلعت من جو عنتاب كلياته. إلى نايس باي. هلأ جينا على هذا المحل بيعمل شناتي هو بيعمله شناتي مرجمك مرجمك عاد اسمها لليلي بيعمل السجاد والشناتي والزوزوطين ياش أتحلين هاند ميد هدول السجاد وهدول الشناتي شايفين هاي الألوان شو ما بيعمله هلأ وين جايين؟ جايين على الأوتيل ندخل على الأوتيل لجوا قبل يسعين هذا الأوتيل تراثي وقديم رح ندخل عليه شوف الغرف من جوا غرف تراثية ليلي شافت البونبون هجمت تيك وان إلا جس وان هل هذا الريسبشن الأوتيل كمان هيك نوستالجا وتراثي تعالوا ندخل لجوا نشوف الغرف لأنه هذا كان بيت عربي تركي قديم وبعدين عملوا أوتيل هون الريستورانت هاي الأعداد شقد حلو يعني هون فوق هاي الطوابق هيك طابق واحد على فكرة ها هو هاي غرفة 201 ما بعرف إذا هي لحدا بصير أدخل عليها كأنه فيها حدا هلا بلي سعيد انه هذا مو بيت عربي قديم هذا كان قصر لواحي من زراجيل عنتاب هلا قرروا يفتحوا لنا الغرف حتى نتفرج عليهم انه قالوا لنا كل الغرف محجوزه كلها فيها حدا بس في غرفه راح يفرجونا ترى راح نشوف طرز الغرفه شلون شوف حتى موديل الغرفة قديم وهي شوف البدل لمبديرات هاي الخزن كلها موجودة من أصل القصر ما هن حاطينها كراسي كله هيك قديم وهي الشوفنيرة هون حيطان الخشب والسقف الخشب كله من أصل الغرفة هاي فكرة كتير غريبة البردان هاي السرير وهي الحمام هلا الحمام اكيد هن محدثينه هن ضايفينه هذا كان مثلا لازم يكون من الغرفة هن ضايفينه إلها نايس روم كتير حلوين وهيك حبايبي بيكون وصلنا لنهاية هالفيديو الممتع بتمنى الاستمتاع اللي انا استمتعته وصلكن
وهيك تعرفنا على شغلات جديدة بهالفيديو، طلعنا من نطاق الفيديوهات التانية وكان هيك فيديو غريب من نوعه أول مرة بعمله على القناة. فإذا حبيتوا هيك نوع من الفيديوهات اكتبوا لي تحت بالكومنتس حتى أضل أروح على أماكن أكشف لكم إياها وأصور لكم إياها وأعرفكم عنها. وبالرغم من أنه تعبانة ومرضانة ومبين من صوتي، بس نسيت مرضي بهالمشوار الحلو. وبس هيك وصلنا لنهاية هالفيديو، بشوفكم آخر فيديو جديد إن شاء الله. استودعتكم عند رب العالمين، بايات وبوسات يا أحلى عائلة.